دعنا نبدأ معك حازم، ماذا في آخر المستجدات؟ ولا أدري إن كانت لديك معلومات الآن أيضا حول ما يحدث على معبر رفح على الجانب الآخر، نتابعها معك. نعم، تحية لك داليا. الحقيقة أنه هذا التطور فيما يتعلق بفتح مسار إنساني لخروج هؤلاء الجرحى المصابين من أثار الحرب في غزة، وأيضا الرعاية الأجانب الذين انتظروا طويلا عمليا مع هؤلاء الجرحى لهذه الخطوة التي تسمح بخروجهم من القطاع كل إلى وجهته، الجرحى إلى المشافي الميدانية المصرية في منطقة العريش وشيخ الزويد وبئر العبد، وأيضا هؤلاء الرعاية الأجانب من 60 دولة تقريبا مختلفة كانوا ينتظرون طويلا بعدما تعثرت يعني الوسطات من أجل إخراجهم. بالأمس حينما رصدنا طبيعة هذه الأوضاع في معبر رفح كان الجميع من هؤلاء الرعاية الأجانب قلقون جدا من عدم خروجهم تحت عظم هذه المخاطر التي يعني شاهدوها وعايشوها في هذه الحرب الدائرة في غزة. الجميع بدأ يتخوف من أن يكون هناك كشوفات محددة، لا يستطيع البقية أن يخرجوا، بعضهم جاء مسرعا دون أن يكون لديه اسم على هذه الكشوفات عمليا التي تصل من وزارات الخارجية التابعة لهؤلاء الرعاية الأجانب، ولكن شيئا فشيئا بدأت الأمور تتضح مع الإعلان عن فتح المعبر بشكل دوري لخروج هؤلاء الجرحى وخروج الرعاية الأجانب بطبيعة الحال ضمن وسطات عربية وأممية. نحو 7000 تقريبا من هؤلاء الرعاية الأجانب سيتم تقسيمهم وفق جداول وكشوفات، يوميا سيخرج في حدود 400 إلى 500 من هؤلاء الرعاية الأجانب، بالإضافة إلى ما شاهدناه اليوم أيضا من خروج 60 من الجرحى المصابين من تداعيات الحرب في غزة. هذا عمليا يخفف عبئا من الإنساني الملقى على كاهل سواء هؤلاء الرعاية الأجانب أو على الكادر الطبي في المشافي التي لم تعد تستوعب هذا الكم الكبير من المصابين وليس لديهم المقدرة لمعالجة هذه الإصابات المعقدة، تحتاج إلى خبرات وإلى كوادر طبية وإلى مستشفيات متخصصة. الجانب الإسرائيلي أيضا يشعر بأن هذا قد يخفف عنه عبئا من الضغوط التي يعني تمارس عليه من عدة أطراف لفتح هذه المسارات الإنسانية. وكما أشرنا بالأمس إلى تصريح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي حينما أشار لخطوة تكتيكية من وراء إخراج هؤلاء الجرحى، يقول أن هذا يخفف إخراج الجرحى سيخفف من العبء الإنساني، وأيضا سيسمح لنا أيضا بمهاجمة بؤر الإرهاب كما وصفها في تلك المشافي. عمليا عدد من المشافي في غزة، نعود إلى الوضع الميداني سريعا، قد تعرضت إلى قصف كما حدث مساء الأمس وصباح هذا اليوم أيضا في محيط مستشفى القدس في مدينة غزة. عمليا التوغلات الإسرائيلية بدأت تقترب أكثر من منطقة تل الهواء في الجنوب، في المحور الجنوبي الذي أو الجنوب الغربي الذي يتوغل فيه الجيش الإسرائيلي، وتدور اشتباكات عنيفة عمليا في هذه المنطقة محاور الجنوب الشرقي والجنوب الغربي. وعدد من الآليات عمليا الإسرائيلية قد ضربت بقذائف المضادة للدروع من قبل مقاتلي كتائب وقسام، بالإضافة إلى تلك الاشتباكات التي تدور في محور الشمال الشرقي منطقة بيت حنون والشمال الغربي في منطقة بيت لاهية وحي الكرامة. عمليا هناك معارك ضارية والجيش يتقدم ببطء عمليا تحت وقع هذه الغارات الإسرائيلية. سريعا داليا، غارات أخرى متفرقة، نتحدث عن أن الجيش الآن بدأ يستهدف غارات مكثفة شارع النصر في مدينة غزة، مخيم الشاطئ جرى استهداف عدد من المنازل، أحد هذه القذائف سقطت في منطقة في مدرسة تابعة لوكالة الأنور وتؤوي نازحين، هناك على الأقل 5 من الضحايا. وفي منطقة أيضا الشيخ رضوان ومنطقة جباليا هناك عدد من الغارات الإسرائيلية، الجيش يحاول أن يتقدم تحت وقع هذه الغارات التي تضرب في مناطق متفرقة، يسعى ربما للاقتراب أكثر، الضغط على السكان ليخرجوا من مناطق عمق المدن باتجاه الجنوب ليفتح مسارات ربما للتقدم البري في الأيام المقبلة، وربما في الساعات القادمة أيضا نشهد تطورا ميدانيا على صعيد الاشتباكات كما تشير التقديرات الميدانية في غزة. شكرا لك مراسلنا حازم البنا، كان معنا من خميس.